مفاجأة سارة، تخفيضات للإرسال من مجوهرات شومان، وأيضا تخفيضات للإرسال من فندق جوهرة شومان. يا اهلا وسهلا استاذ علي، انا سعيد اليوم باللقاء بيك. طبعا والله انا اسعد لانه انت، انا دائما اقول علي فاضل، يعني علي فاضل هذا الانسان الرقيق الطيب فنان صاحب الخطوة المهمة جدا في عالم الكوميديا الموضوعية، ممكن اطلق عليه بهذا الاسم. نرجع الى طفولة علي. ولد في بغداد عام 1982 كرخ لو رصاف ولدي. أنا مولود بمستشفى النعمان بالعظمية، بس هاي مو مكان إقامتنا طبعا، تعرف التب يعني بالثمانينات كانت حرب، ف يعني تصير الولادة المستعجلة الكذا، فأنت وين قريب عليك المكان؟ أقرب مستشفى. نعم. ف يعني مو جدا. لا بمستشفى. مستشفى. اي. ومو بس هذه. يعني سولفولي، يعني ما اعرف، يعني كان بوقتها يعني الدنيا شتاء ومطر قوي، لان 17/1. قالوا لك اني شبي؟ لا يعني امانة، يعني فترة الولادة يعني او يعني انت التوقيت اللي تيجي بيه
يقال انه يأثر حتى على الشخصية والابراج وهاي. انا كل شومن بالابراج طبعا. يا شهر انت؟ انا شهر واحد برج الجدي، فبرج عملي ويحب الشغل. بس احنا اغلب حياتي انا ساكن برصافة. للمعلومة هاي المنطقة يعني هاي مناطقنا، ها المكان هذا هو المكان حي الوحده. اي هو حي الوحده بارك السعدون. كنا بارك السعدون. بارك السعدون. ويعني بغداد بها عوالم كثيره نقدر نقول بنا استاذ علي. اي يلا يعني عوالم كثيره ومحترمه وطيبه، وهذا خاصه هذا المكان اللي هو حي الوحده يعني فهم ان ناس مهمين منهم علي فاضل. والله يخليك. واخو علي فاضل واصدقاء علي فاضل. ايضا كملت ابتدائيتك بهاي المنطقه اللي هو بارك السعدون. اي انا تنقلت بالابتدائيه هوايه، بس يعني المده الاغلب من عندها هي ابتدائيه موجوده هنا اسمها العهد الجديد. اه استاذ علي توكح. انا بالعكس كنت تقعد بالاخير. لا 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 انا اقول لك شغله. لا لا هي مو هيك شيء. خل احكي لك صراحه، انا بالعكس كنت فقير، بس من انا طفل بالابتدائيه والمتوسطه كنت اقلب الاغاني. اي واسوي لازمات نفس اللي هسه اسوي بالكوميديا. بس شنو فقير تلقى ساكت وخانس وكذا. لا جو مثلا عندنا معلم مدرسه غايبه معلمه غايبه، فنسد الباب شنو الاغنيه مثلا نازل مثلا كاسيت كاظم مال 93 مال 92 صايره فتحاله بالمدرسه، مدرس معين مسوي فد شغله او صايره فد مشكله معينه، انا اقلب الاغنية على هاي الحاله. حلو. وشطاره الغايه كلها من هذا انه تريد تاكد نفسك ان انت عندك قدره على انه تمثل لو مجرد شرغبه. لا والله يعني احنا بوقتها تدري يعني بهذا الزمن يعني بدايه التسعينات حصار، فماكو اي نوع ترفيه، ترفيهنا الوحيد نروح نلعب طوبه او نروح للملعب، فثقافه كرويه اغلبها، وكان هسه يسموه تنمر. احنا كنا نعاني من الشقة الثقيل اذا تتذكر، يعني كانوا اذا لزموا على واحد لزمه لقب فتشي تمشي عليه بعد. فانا كنت مهتم لهذا الموضوع. طبعا انا كنت مهتم لهذا الموضوع. كانوا ايش قد مثلا يشاقوني وياي بشغله ما اضوج، بس كنت الاحظ انه كان ياثر على النفسيه. يعني من يطلع لقب على واحد نفسيته كلش تتعب، ما كنا نعرف شيء اسمه تنمر وكذا، فكنا متنمرين، واحد يتنمر على الثاني كذا، بس انا كنت شوي انزعج من اشوف واحد يضوج ينقهر، فما اشاقه ثقيل. هذا جزء من الحمد لله. الحمد لله هذا جزء من جذر محترم طيب الحمد لله. الله يخليك. اكيد من الاب والام والمحيطين بيك بالاسره خلوك انه انت تحمل هاي الصفات الجميله، ولكن انت بنفس الوقت عندك علاقات طيبه مع الطلاب يعني كانوا اصدقاء. طبعا ولحد اليوم اكو 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 روح قياديه. يعني من الطوب تلقى مثلا تجمع مال طلاب يم واحد، فتعرف انه انا قاعد اسوي شيء. بس هو بس يعني انا ما كنت اقول بالابتدائيه وبالمتوسطه مسرح. احنا بوقتنا احنا اتعس وقت تذكرت يعني بدايه التسعينات انا دخلت. انا اكبر منك لان انا اسبق احزاب. يعني انا اشوف انه وقتكم بالطفوله كان افضل. احنا حصلنا ثمره معينه يعني احنا جينا في فتره قبل الحصار واشتغلنا مسرح، وبعدين اجى علينا الحصار ايضا استثمرنا الحصار هنا اخرى. هنا خل استغل هاي الفرصه. استغل. وانه كل الاشياء. وانتم واحد من افضل الاجيال اللي تقدمت الكوميديا حقيقه هذا، ووقع عليكم ظلم كبير. أنا أتذكر وكل هذا الجيل تحديداً كنت كل ما أطب مسرح أشوف عرض مسرحي شعبي مو مثل هسه العروض اللي تقدم احترامنا للجميع كنت أتوقف. يعني لحد هسه أتذكر عرض الصعاليك كان أكو زين. هذا العرض درس بالكوميديا من عدا طبعا بيته خمس بيبان مسرحياته قدمها عمران التميمي كان هو خبير في هذا الباب يعني. مقامات ابو سمره اتذكر وبعدين اجى مسرح عمران. طبعا انا من اشد المعجبين استاذ عمران وهو بالحقيقه انسان راقي وكلاس تباوع الباشا هذا يعني شلون يقولون. اي وخرج جيل عظيم الشاقه وياه مثل ما انت
يعني اليوم طلعت جيل مهم جدا. أبو الحسن من يكتب الناس من أصدقائه طبعا. أنا أقدم صديق يعني من أصدقائه كلهم هم أصدقائه. كنا نقعد يقول هذا النص هو جزء من أولادي. يكتبها بثقة مطلقة. إحنا مرات تعرف فنانين يعني عندنا يعني شو يعني يا أخي طفر مفردة قال أنا هذه من كتبتها مفردة ما كتبتها تبطر طبعا إلى قصد جيت أعرف هذا مكان وفعلا نطلعنا المسلسل كاركترات كل واحد له كاركتره كل واحد له وضعيته كل واحد له. اليوم علي فاضل بعد أن كمل الابتدائية والمتوسطة دخل معهد فنون جميلة. أنا ما دخلت معهد أنا رحت إعدادية وكملت علمي وراها رحت كلية فنون جميلة. بس اللي صار شنو إنه يعني يقولون علي فاضل دخل معهد فنون جميلة وبعدين بطل معهد فنون جميلة. لا 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 كمل إعدادية وبعدين لا لا, لا, لا هو أنا قبل رحت إعدادية وأنا متميز وأقرأ ويعني طلعت معدل احنا بالسادس طلعت 76 بس احنا بيا سنه احنا امتحنا سادس انا عدت بالسادس احنا امتحنا باصعب سنين بتاريخ البكالوريا اللي هي 97 98 99 هالفتره اللي كان بوقتها يعني اكو اسئله اثرائيه لحد هسه يعني يحكون عنها يعني من تجي تدرس بالبكالوريا فينطوك هاي الاسئله الاثرائيه الصعبه اللي احنا امتحنا بيها. من هو تفضل على علي فاضل؟ من بالكلية عندي هواي ناس في عالم هذا عالم الفن عالم إنه علي فاضل اللي كان يقلد واللي كان يصنع شيء للابتسامة بين زملائه بين اليوم علي فاضل أكيد أكو شخص متفضل عليه باحتوائه في هذا المحتوى. قبل ما نطب الكلية للأمانة كانت المتابعة بالتلفزيون أنا حبيت محمد صبحي الفنان العربي محمد صبحي فكان بوقتها مقدم أيام المسرح ما أتذكر اسمه شنو المهرجان قدم مهرجان كان هذا المهرجان كله حصلته على السيدي فتفرجت قدم عرض كارمن وعرض لا 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 قدم مصر بس شنو هو عد شو مهرجان سوى جبل العراق اشتغل هو جبل العراق بس أنا بوقتها ما لحقت أشوفه الموضوع كان مو سهل بس أتذكر قدم مهرجان هذا المهرجان بعرض كارمن وعرض عاد بمسرحية مال أو فيلم لنجيب ريحاني وماما أمريكا مسرحية فمن شفت مسرحية كارمن كان المسرح داخل مسرح يعني فرقة تقدم كلش متفحص بالموضوع يعني حسيت أنه هذا فن التمثيل مو سهل. أنا طالب إعدادية وحاب من الأول أدخل فنون جميلة بس الأهل كان رغبتهم إنه أكمل إعدادية وقالوا لي براحتك وراها. إذن نروح لغير مكان. يلا. أستاذ علي تكملت البكالوريوس وقسم الإخراج المسرحي الإخراج المسرحي بس أنت يعني فكرت راح تكون مخرج مسرحي مشاهد لك بالبنان مثل ما أقول لا أنا اشتغلت أنا حبيت الكاميرا بالكلية يعني شايف المسرح ما بي كاميرا أي هو يعني شايف سبحان الله أنا دخلت المسرح وأول سنة صار عندي إحباط شديد لأنه مو عالمك مو هذا العالم ما حبيته فصار بالصدفة انه اصور مشروع فاول ما لزمت الكاميرا حسيت حياتي تغيرت. هاي الشغلة عبالك شايف انت هاي تلاقي الارواح انه انت هذا الجهاز يعني هذا الجهاز الغريب والشغل والقطعة والزاوية ومن اول لحظة انا مشاهد يعني كلش قوي. المشاعر اللي راودتك بالكاميرا وحولتك من المسرح الى الكاميرا هذه المشاعر من تدخل على بغداد من مكان سواء جاي من شمال بغداد من جنوب بغداد من شرق بغداد تصعد على واحد من جسور بغداد تتخيل هاي الرؤية السينمائية أو رؤية الكاميرا باتجاهك. شوف هو أكفد شغلة أنه
بحياتي مريت بتجربة العمل في قناة الشرقية خارج بغداد. نعم. فغبت عن بغداد لمدة 8 سنين، وهذا كان هاي كانت أصعب فترة بحياتي. يعني أنت ما مختبر مشاعرك، ما تعرف تحب المدينة هاي لو لا. ها؟ طبعاً طبعاً أنا كنت أكو يعني مجموعة أغاني معينة من أسمعها لا أرادي أن أبكي، بحيث حتى كانوا الأصدقاء يمنعوني، يعني مثلاً إذا تطلع براديو أو كذا يمنعوني، لأنه شلون أقول لك، يعني أنا ما أحب أنه أكون أوفر ويعني أتأذى والناس عبالهم أنه بغداد. أنا أقول يعني دمعتك بغداد تفتشي طبعا. هي وانا قلت لك انت ما مختبر كنت حقيقه مشاعرك تجاه المدينه. استاذ علي احنا نحب بغداد. الحمد لله الشهيرين يحبون بغداد. الحمد لله والشكر. الشرفاء يحبون بغداد. اللي عايشين في اخر شبر بالكره الارضيه ويذكرون بغداد اكيد قارين عن بغداد فيبكي على بغداد. صح. احنا ولد بغداد، ولد العراق، احنا بحاجه ماسه أن نعطي صورة جميلة مثل ما أنت حولت هاي الصورة الجميلة من المسرح إلى العالم الآخر اللي هو عالم التلفزيون. لازم ننقل صور جمال لبغداد. بغداد تستاهل من عندنا إحنا اليوم، خاصة في هاي الظروف الراهنة، يعني نقول للعالم ترى بغداد موجود. هو إحنا من نسأل بالكواليس سالفنا هواي عن هذا الموضوع، وقلت لك يعني أنا ما كنت أنت يعني أنت مرات أنت والدتك موجودة بحياتك بس من تبتعد عنها تحس بقيمتها. نعم. لأن هي ما دام قدام عينك تحس هذا وجودها شيء بديهي بحياتك. فقلت لك كانت أصعب سنين حياتي من كنت أبتعد، تسوي سوالف غريبة عجيبة، فرج لعبة مع الطوبة، أركب أجي لبغداد ليلة واحدة أبقى أشوف اللعبة وأرجع. فيقولوا ليه؟ يقول لهم والله اني اتفائل اشوف اللعبه بغداد. مو هيك القصه. زين انا حتى ما اريد يعني ربما المتلقي او ربما حتى انت وانا والاخرين يعني ما اريد نريد شويه نجمل الموضوع بطريقه اخرى. ايش قدمت البغداد وبغداد ايش قدمت لك؟ شوف هو احكي لك على صعيد الكوميديا. نعم. اتمشى شويه. يلا. يقولون مشي شوية خفف من الهموم. اي على صعيد الكوميديا هاي ما اقدر احكي براحتي يعني هاي شوية مرخص على الروح. انت فنان كبير الله يخليك وصانع لي هاي شهادة شهادة. بغداد تعرضت بالدراما وبالكوميديا وبالنكتة لحملة تنمر غريبة عجيبة. وصلنا الى مرحلة يحسوك الحكي باللهجة البغدادية عيب، يعني واحد من يحكي يريد يحسك انه اذا انت حكيت باللهجه البغداديه فبيك مشكله، مثل ما فتره صار اكو تنمر كبير على اللهجه الجنوبيه. نعم. احنا مشكلتنا اللي ما عنده هويه يعني ينزعج من الناس اللي عندهم هويه. هسه انت البغدادي من تشوفه يحكي تعرفه الجنوبي المصلاوي. نعم. الرمادي. نعم. الغربيه. احنا عدت عدد لهجات مو. نعم. ف مرات احس اكو ناس ما عنده هويه، يعني هو ما منتمي لمكان، فينزعج لما يشوف الجنوبي يحكي جنوبي او البغدادي يحكي بغدادي. تعبير جميل. ينزعج لانه ما عنده هويه. فاني حسيت في فتره من الفترات كان اكو تنمر على اللهجه البغداديه، فحاولنا دائما نخلي برنامجنا بلهجه بيضاء. يعني احنا كنا ننحدر من اصول، اغلبنا بالبرنامج ينحدرون من اصول جنوبيه. نعم. لكن ما في يوم من الايام التاثير البين تعيش فيها طبعا تاخذ منك اشياء كثيره. احنا نعتمد اللهجه الدارجه ببغداد باعتبار بغداد المركز، بغداد الاصل. يعني البارحه كنا نحكي بهذا الموضوع، شايف انت بنشوف الاستثمارات تروح مثلا باي منطقه امنه بالعراق ما تجي لبغداد تنقهر، مو عنصريه لمكان بس لكن هذا المركز هاي بغداد، واحنا بحاجه ماسه اليوم نقول للعالم ترى بغداد بها فن، بها حياة، بها أشياء كبيرة مهمة جدا. واليوم احنا واجبنا الفني والإنساني أن نقدم شيء لتاريخ بغداد. صح. وأنت قدمت الشيء الكثير لبغداد. ماخذ. وبغداد تبكي في تبكي بغادر هذا المكان. إذن أعزائي المشاهدين آسفين، نروح فاصل وراجعكم.
رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين برنامجكم يوم بغدادي، والضيف الجميل الراقي ابو قلب الابيض اللي الناس عبالهم يعني مغرور مشاهور وما حد يحكي وياه عمي. اليوم كله تحكي وياك تاخذ وياك صور، وانت اليوم فعلا يعني انا اعتبرك يعني فضياء جميل الله يخليك بالبرنامج، وهذا الضياء اكيد الناس اليوم راح تشوفه من خلال الحديث اللي دار بيناتنا من البدايه الى ان وصلنا اليوم في هذا المكان. وراح ايضا انا اليوم راح اقدم لك في الطبق بغدادي كل شيء من ايدك حلو استاذ. انت الطيب الله انت الطيب. شو تبغى علي بموضوع اخر عندك في الشيء تريد؟ هو انا مارشف المارشفين الممتازين جميل، ودائما احب احتفظ بالاشياء. فكانت عندي فكره يعني ارشف المسرح الشعبي التسعيني. يعني انا قلت لك انا سولفنا بالمقاطع الثانيه الكواليس انه احب انا هذا المسرح هو العلم الكوميدي. ما لك علاقه الحملات التشويه والاساءه، ممكن يقول لك واحد ياخذ نموذج، ودائما يصير حتى وانا شغلنا ياخذ نموذج مقدمه، انا مقدمه في سكيتش قد يكون 200 من عندهم حلوات او بيه نوع من الاساءه. هذا لا يعني انه انت كل الاشياء تروح كلها مثلا يعني. فاني اتذكر احافظ العيب واحد من علامات، خلانا اساسا مقدم طبعا طبعا يلا. واحد من علامات المسرح الشعبي الكوميدي بالتسعينات. فسولف لي شنو كانت اهم اعمالك بالتسعينات؟ والله حلو يعني انه علي فاضل اليوم ما اقدر اعرف بس انت ما مخلي لا السياره ولا لا التفاصيل اللي تطلع بالبرنامج. وبعدين انا ايضا راح اسالك على مجموعتك. ما عندي مشكله، بس لو تعرف هذا قلت لك المسرح هذا علمنا كوميدي. انت مجتهد وانت انسان راقي جدا، واني يعني حقيقه قايل لك اياها اكثر من مره، انت سويت في مجموعه مهمه جدا. حتى نرجع على سؤالك، انا بديت بالمسرح الشعبي منذ زمن طويل، يعني كانت مسرحيات عديدة عندي، لكن المسرحيات اللي بارزة هي كانت مسرحية ليل وطرب اللي أخرجها محسن العزاوي الله يطول بعمره وتصحى والعافية، أستاذنا أستاذ الجميع، مجموعة خيرة كانت تمارا محمود، عامر ربيعي، سالم محمود، حسان دعدوش، غالية، وأيضا مسرحية كلش على عبد العال لعمران التميمي اللي بيها أني وماجد ياسين وإنعام الربيعي، فمجموعة راقية جدا. عندك لازم طبعا الناس تقول عندكم كلمات تشلب وهذه ترى هي من زمان. نعم انت كان عندك لازمات ظلنا معلقه فتره طويله، من ضمنها مسرحيه زواج بالقانون مال ابوي راح يعرس. هو شو اتذكر احنا الله يذكره اخراج فتح زين العابدين الله يطول بعمره ان شاء الله. نعم اتذكر كان نزار علوان اطق بسيف اطق بسيف اي اطق بسيف ايش قد عاشت هذه اللازمه؟ هذه بقت الى ابوي راح يعرس ابوي راح يعرس بعد اكو لازمات مال الديك قاقي قاقي مال الديك لمسرحيه ليل وطرب. عندنا مسرحيه علم فابريكا ايضا مسرحيه كان يدرس معهد فنون جميله استاذ عبد الرحمن احسنت مخرج كبير يعني يعني مسرحيات عديده قلت لك من ضمنهن مسرحية عقود فرود إخراج حسين علي صالح هاي مهمة جدا المسرحية أطلع مفوض عبد الجبار يعني متى حسبت مفوض صح حلوة هذه كانت المسرحية هو يعني مشكلة أنه ذاك الوقت ماكو سوشيال ميديا نعم ماكو فالناس ما تعرف تعال ابو ارانب ايضا تعال ابو ارانب اللي هو كنا مجموعه مهمه جدا اني عبد الرحمن عياد راضي علي جابر وطبعا الجمهور ما يعرف هذا جيل واحد طلعتوا احنا مسرحيه بدايه التسعينات تعال ابو ارانب تعال ابو ارانب اخراج عمران تميم تاليف اخراج عمران تميم واتذكر مره صار عمران حكى انه سوى لكم اختبار وطلع من مجموعه كبيره عدد قليل اتذكر هذه مو ويانا يعني عمران التميمي شوف خلنا احكي لك هذه القضيه في مسرحيه جذور الطيب جذور الطيب قبل ليله طرب فعمران التميمي قال لي احنا حاكين بالبرنامج ايضا برنامج يوم بغدادي فجبت له عندي فيديو قبل كاسيت فيديو فمن شاف الفيديو قال لي انت غواري هاي اشياء غوار فانا رايدك في مسرحيه اسمها جذور الطيب
تطلع شنشوري بن حليف شلتها السليم الخضير الله طول بعمره ولؤي احمد وصبح العزاوي وفد مجموعه مهمه جدا يعني زين. فاشتغلت بكاركتر جديد. فهذا الموضوع هو قال عمران التميمي قال لهم هذا الولد راح تتفاجئون به. هذا يمكن بال 96 يعني سنه 96 تجد عمرك كم؟ 14 سنه 15 سنه يعني ما شاء الله عليك يعني. لا انا احنا كان حضور المسرح الشعبي كان تقليد يعني. انا اذكر هي مع الاسف بعدين قلبت نقمه هي الاعلان التلفزيوني. احنا ما يعرفون كان المسرح الشعبي مشكلته ما يعرف يقدم الاعلان يبين المسرحيه شنو. اي نعم اللي كنتوا تسوون انتوا بالتسعينات بقى مده طويله هو السائد لحد هاللحظه يعني اخذ قفشات من هاي بس وقتها مسرحيه عم ياحب اي اخطر اعلان الاعلان هو اللي سوى اعلان قدمناه مع عم ياحب. عم ياحب اني وانعام الربيعي وحيدر منحتر تحياتي للجميع صح. لازم فانوس العام تقلد ام كلثوم واني اعزف كمان عم ياحب هم عمران مستر لا اخراج حيدر منحتر حيدر منحتر صح فدي اعزف وبدلاله بدلاله بس انت ما اشتغلت ورا حيدر المعثر؟ لا اشتغلت عمليا حيدر المعثر طلع بلق زمانه بوقتها بلق زمانه وبعدين التقينا انا وياه في عمل عم ياحب وكان يعني عمل ثنائي مهم جدا انا وياه اشتغلنا ويخبل بالشغل طبعا حيدر المعثر بالتسعينات قدم اعمال فلاله لزم اللاله طفى قال عم ياحب هاي مشت يعني هي هذه كانت هسه انا ارجع لموضوعك استاذ هسه انا بعد خلص الدوري كمقدم قلت لك على الاشياء يعني اشكرك انه انت خليتني اتكلم بتاريخ مسرحي هذا مهم جدا التاريخ الله يطول بعمرك وتعرض لك كثير من الشو لساء مع انه احنا هسه بدهم يراجعون انه طبعا يا ريت يرجع المسرح الشعبي بهالطريقه اللي قدم نتمنى اسال أنت شكلت مجموعة مهمة جدا وهذه المجموعة أثرت في البيت العراقي بشكل جميل. أنت ناقد في ناقد مؤدب وناقد لغرض الانتماء الحقيقي لقضية اسمها الثقافة لقضية اسمها بناء شيء مثلوم في بعض الجهات اللي موجودة عندنا في داخل بلدنا. انت هذه المجموعه هل هو عمل استراتيجي انت وضعته في دماغك واشتغلت عليه لو مجرد من باب الصدفه انت اللي تقول ترى اني علي فاضل قادر اسوي هاي لو اكو عندك هي تركيبه هذا الاتجاه هي تركيبه نعم. انا كنت موظف قناه نعم عشان حلمي اخذ فرصه زين فالقناه حال حال اي قناه كبيره ما تنطي فرصه بس النجم يعني لازم انت تصير اسم يلا تاخذ فرصتك زين او تعمل مع نجم لان هم جربوني فشافوني والله حلو يطلع من عنده شغل طوني برامج وطوني كذا بس هم يعتبرون انه الباب الكبير بالعمل هو مفتوح فقط للنجوم. هذا خلى عندي تحدي دائما احاول اسوي مجموعه شباب اقول لا انه النجاح مرتبط بجوده العمل مو من يقدم العمل. ومثل ما قلت لحضرتك انا ابغى عليكم يعني دائما اشوف انه وين ممكن نعيد ايجاد اياد راضي في مكان وين ممكن نعيد ايجاد حافظ العيب مكان. واذا تراقب المجموعه الجديده الطالعه من الشباب راح تلقى هم امتداد ماكو واحد طلع بدون تاريخ وجدر. لا اكيد تاثيرات يعني تخيل اكثر ممثل كوميدي اعشقه هو راسم الجميلي الله يرحمه الله يرحمه. فأستاذ راسم عنده مشهد تحت موسى الحلاق لما يطلع لافيده فيقول له انا كذب ملافيدي هذا المشهد يلخص كل الواتة الكوميديا اللي ممكن تقدمها لاحقا. فكنت اراهم للشباب اقول لهم باعوا هو ايش يسوي؟ هو جد متقمص طفل الله يرحمه كانه طفل دا يلعب لعبه شايف يعني من نزع الهادي اكو اداء بالكوميديا بصعوبه اداء الدراما اذا ما صح. يعني انا اشوف هم حلقه محترمه
حلقة صوتهم الاحترام وصوتهم، وهذا أكيد هناك قائد مهم جدا لهذه المجموعة صنعت بهم محبة، صنعت بهم علاقة محترمة، وهذا ما موجود احنا كنا نستخدمه في المسرح. إن لم تكن هناك علاقة محترمة بين الكادر المسرحي ما تنجح المسرح طبعا، وهذا الفضل يعود إلى قائد هذه المجموعة، واني أهنيك والله خليك وأبارك لك في هذه المجموعة، وإن شاء الله تستمر في هذا العطاء. بس رح فاصل نرجع يلا. أستاذ علي، إحنا وعدناك فد أكلة بغدادية يعني لبن بالرمان ومخلمة وعروق وزيت الزيتون إحنا العراقيين هالخير عندنا الخير يعني مرات حتى لو ما ناكل ببيوتنا من نطلع للمطاعم ولا بس اختلف كله ديليفري يعني يعني اليوم إحنا بحاجة ماسة حتى الضيف من نجيب نشتغل بباب الكرم صح، الكرم العراقي الكرم البغدادي، احنا معروفين للعراقيين بكرمنا بضيافتنا للآخرين. عندك معاناة بهاي القضية؟ ضيوفك وايد انا اعرف انت معذب اي بس الحمد لله، احكيني الزوبية وين توصل المرة؟ فاليوم سادي الباب عليهم قلت لي سولف لي هذا الموقف. يعني مرات الانشغال بالعمل يخليك قليل التواصل صحيح، فهذا الموضوع خسرني اصدقاء هواية لانه تواعد وما توفي. بس هو دائما يعني مقر العمل مالتنا مثل ما تقول انت هو مفتوح للجميع. انا حتى من ادز غدا مثلا ادز غدا دائما احسب حساب التاتا بعد من هذول التاتا من هذول التاتا ولا ما ادري راح يجون راس حاجه راح يجون راس حاجه طبعا مرات ما يكفي تدز التاتا وترجع تدز مره ثانيه في احلى شيء لمه والله لك ما له طعم ولا له قيمه اذا ما بيلمه اذا ما بيلمه والله صدقت يعني انا ما اعرف هذا معروف عني اذا ما حتى مرات حسين يقولهم الغداء لا تخلوا الأبوية كل واحد يروح يقعد يم حتى لو بس يجي هاي معروف عنه يبدو هاي جينات جينات وأنت أكيد تحمل هاي الجينات الطيبة الراقية الله يخليك وكلش معجب بأخوك الراقي أوس الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم أنتوا فنانين راقيين مؤدبين لكم بصمة واضحة ناكل حتى بعدين نروح يلا يلا توكل على بركة الله. طبعا علي انت صنعت جروب مهم جدا اثر بالبيت العراقي اثر بالشارع العراقي بطريقه جميله مو سلبيه. انا عندي سؤال دائما يراودني اقول بعد هاي المرحله كيف ينصح علي فاضل الشباب حتى ممكن ان يصنعون جروبات بجروبات بجروبات وبالنتيجه نقدر نقول هاي حاله جديده من الكوميديا رفيعة المستوى. أستاذ حافظ تعرف احنا بلشنا هذا البرنامج يعني كجروب بلشنا تقريبا 2012 طلعنا 2013 نجحنا 2015 يعني العمل تقريبا راح يصير 10 سنين فانه انت خلال 10 سنين تقدم برنامج وبهذا النجاح هذا نجاح بس اكو شيء مؤسف انه كنا نتمنى انه القى جروبات جديده تطلع تنافس ومو بس تنافس خلينا نقعد بالبيت. ليش؟ لانه بالاخير احنا سهلنا لهم الطريق بشغله مثل ما اجى هذا الجيل الرائع اللي جيل حضرتك والجيل قبله والجيل اللي بعده وجيلنا الاجيال شو تسوي؟ تفتح الطرق امام الشباب، انا افتح لك الطريق. شايفتهم تروح لمكان مهجور؟ لا انا جيت سويت لك هنا طريق، سويت هنا ابويه هنا هذه الاشياء تسهل عليك المره. انا مريت تجارب فشلت ونجحت بس استفادت من تجربه استاذ حافظ والمجموعه اللي قبله. انت لازم تجي تستفاد. هي ايش تحتاج؟ يحتاج تعب والتزام. مشكله الشباب الجدد يعني نوعا ما انا احكي على الاجيال من بعد ال 95 96 نعم
يريدون النجاح السريع. إذا نصيحة علي فاضل، أتعب تلعب. أي طبعا، وأتعب متعب عادي. يعني ممكن الجمهور يقول لك هم وش دي يسوي بعد بطيخ، وش دي يسوي حق، وش دي يسوي عيادة، وش دي يسوي فلان فلان. النجاح العمل على بساطته هو تعب. اليوم احنا بنصور لقاء، هذا لقاء التزام، قيم، حضور، ثقافة. أني أشكرك طبعا، أني أشكرك أنه أنت جيت بالوقت المحدد، وكلك احترام وتقدير للموعد، وأنا أثني عليك بهذا البعض حقيقة. فهو محتاجين أنه أنا أعرف هم ديمهون بظرف صعب، لأنه السوشيال ميديا تأخذ من حياته. هو ذا كل برنامج يصرف ساعة من الزمن على كل برنامج من 5-6 برامج بالسوشيال ميديا، فهو طار عنده كل وقت الفائض باليوم طار على السوشيال ميديا. فلا، انت اذا ما تلحق راح تباوع نفسك. انت صرت عمرك مثلا 30-35، طالك جيل شاب، خليك انت، راحت عنك الفرصة. هسه بالادوار انا بلشت دور ابن، بعدين صرت دور اخ، بعدين صرت اكسر جدو، بعدين جدو. إيه؟ انت كل ما يكون الانسان بالعمر يتحدد بالادوار. اذا النصيحه للشباب هو الالتزام، والصبر. المثابره، الصبر، حتى تقدر توصل الى حاله من حالات الرقي. انا اشكرك، انا غادر هذا المكان. البرنامج خلص، واحنا عادة بنهاية كل حلقة من حلقات البرنامج نسوي للضيف هدية، يعني صورة. فهاي الصورة يعني دخلنا على الموقع مالتك واخذته من عنده صورة، من عنده الصورة وطبعناها للصورة. والصورة اكيد انت اجمل من عنده. الله يخليك. وهي راح تبقى ذكرى من برنامج يوم بغدادي الى الفنان الكبير صانع المبدعين الله يخليك. الله يخليك. انا اشكركم، كان حوار ممتع جدا وهادف، وانا دائما احاول استغل الحوارات اقول فد شيء يفيد الناس وما يضيعوا وقتهم. احسنت، عفوا عليك. وانتك الصوره، يلا وين الصوره؟ لا ترول يا لا ترول. بعد ما شفته انا ما شفته. اعزائي المشاهدين، هذه الصوره علي فاضل بعد ما شايفها. حلوه ولا مو حلوه؟ اكيد علي فاضل احلى من عتبه. الله يخليك. وهي جزء لا يتجزا ايضا من علي فاضل. سال علي صورتك. صورتك اوكي. انا بعد لحد ما شايفها. ليش؟ لان انا خايف تكون واحده من الصور اللي دائما نشرب السوشيال ميديا. اكو عندي صورتين ترى، صوره رزق. رزق اي شايف، يعني اكو صوره تنجح. الصوره رزق يا الله. شوف استاذ علي. حلوة كلش. حلوة 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 وجميلة، وأنت الأحلى. الله يخليك. وهذه من كادر برنامج يوم بغدادي، وتستاهل كل الخيرات إن شاء الله. إن شاء الله. وأني تسمح لي بعد انتهى موعد البرنامج. إذن أعزائي المشاهدين، أنا مرخصتكم، يعني أودع الأستاذ الكبير المخرج والمبدع علي فاضل. الله يخليك. انا مرخصتك، خلي انا اختم يعني. ايه؟ انا اختم خلاص. انا مرخصتك. اهلا وسهلا بك حبيبي. اهلا وسهلا بك. هاي كاميرتي مو صار حافظ دافع فلوس الصوره ولا لا؟ شوفكم حلقه جديده ومبدع جديد، واتمنى وين جديد منه شنو هاي كاميرتي؟ انا كلهن كاميراتك الميديا ما ندحش. الميديا مات يا هذا الميديا ما اعرف. انت عندك هنا وهنا وهنا. أوكي. وهاي الصوره، هاي الصوره هي مالتك مو؟ اي بس طيح. انت عزيز علي. الله يخليك. صورتك يا حبيبي قلبي صار. تستاهل كل الخير حبيبي. سلام. اعزائي المشاهدين، يعني علي فاضل هو راح يختم البرنامج. ما اعرف، كل السعيد انه اشتغلت حلقة اليوم، خصوصا ويا شاب مبدع وطاقة جميلة جدا اللي هو اخرج الحلقة حسوني حسين، من الشباب اللي كنت اتمنى التقي به من زمان، وصارت الحمد لله والشكر. اليوم راح نلتقي بهذا الاسم، تذكروه حسين حافظ، مو بس مخرج عادي، هذا بالمستقبل راح يكون واحد. شكركم في مالا. شكرا جزيلا.